لا أعتقد بدون شك أن هذه التكنولوجيا الجديدة بعد تطويرها عمليا وبعد إثبات فعاليتها عمليا، أعتقد أنها مفيدة للغاية في صد المسيرات التي تطورها إيران وتزود بها حلفائها مثل حزب الله. المشكلة أن حزب الله على سبيل المثال يصنع هذه الطائرات المسيرة، يعني إيران تزود حزب الله بقطع الغيار للطائرات المسيرة، ويقوم حزب الله عن طريق مصنعين في بيروت أو حول منطقة بيروت بتطوير هذه بتجميع وتركيب هذه الطائرات المسيرة. ولكن بدون شك أنت في حاجة الآن إلى خطوتين. الخطوة الأولى، كيف يمكن منع إيران من تزويد حزب الله بقطع الغيار الأساسية اللازمة للتجميع والتركيب؟ هذا واحد. واثنين، كيف يمكن تزويد حلفاء أمريكا وأيضا الدول التي تتعرض لأخطار هذه الطائرات المسيرة مثل السعودية، مثل الولايات المتحدة في إيران وحتى في سوريا، من تطوير سريع للتكنولوجيا الجديدة بحيث يمكن القول إنها ناجعة ونافعة ومجدية في صد الأخطار، سواء من ميليشيات مؤيدة لإيران تدعمها إيران في دول أخرى أم من جانب حزب الله بالتحديد؟